ميار انت طالبه في كليه تجاره جامعه سوهاج في سنه ثالثه، وعندك موهبه الرسم والتصوير وتصوير الاماكن الطبيعيه، وبتفكري تفتحي معرض رسومات او معرض بعد تخرج من الكليه. احكي لنا قصه موهبتك والرسم ومين شجعك عليها. يعني انا اسمي ميار محمد نابت، ثالثه كليه تجاره جامعه سوهاج. اول حاجه كنت زمان في مدرسه كنت برسم دايما في الحصص وكده، ولما بروح البيت برضو برسم في اوقات فراغي. اول واحده اكتشفتني ماما، بدات تجيب لي ماتيريالز للحاجات تساعدني في الرسم وكده. بعد كده بدات اروح. نميتي موهبتك في الرسم؟ يعني حصلت على كورسات او فكرت ان تروحي قصر الثقافه في سوهاج؟ كنت في مدرسه في الثانوي، بدات الناس برضو شافتني قالت في شغل في قصر الثقافه واخدتني مسابقه معاها، وعملنا شغل هناك في المعرض والحمد لله. رسمت لوحات كتير؟ شويه. تمام. طيب بالنسبه للتصوير بقى، بحكم ان انا بسافر كتير وكده وبسافر اماكن كتير، فبحب التصوير وبحب اماكن اللي بصورها، واي مكان بشوفه حلو للطبيعه ومريح للنظر بالتالي باخد لي صوره بطريقه معينه. او مين مثلك الاعلى يا ميار؟ دافنشي. تمام. يعني احلامك ايه وطموحاتك ايه بعد ما تتخرجي ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا كده. ولو فكرت موضوع المعرض يعني؟